الثانية تهانينا لفهد لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، بينما الوصول والمركز الثالث العين قطعت المسافة العين في 7 دقائق و54 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك العين ناصر بن بطي الخيلي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام مسار هذا الشوط الجميل. التحية تأتيكم مجددا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، وأسعد الله صباحكم هذا بكل خير. أحييكم بأجمل تحية من هنا من ميدان المرموم لسباق الهجن، حيث نتواصل معاكم في هذه الانطلاقات التي تأتينا تباعا. والشوط القادم يحمل رقم 15 ويحمل معاه الجعدان المحليات الأصايل لمسافة 5 كيلومترات. على بركة الله ننتقل إلى مقدمة الشوط ونتابع شاهين على المقدمة ناصر بن سيف بن سالم النيادي من يقدم شاهين في هذه الجولة وفي المركز الأول. أما ثاني المراكز شاهين، أشوف شاهين اللي على المركز الثاني، المركز الثاني شاهين ناصر بن سيف النيادي أيضا في المركز الثاني، والمركز الثالث ثالث المراكز عندنا هملول غلام بن موسى. سلام مرغم أقول واختمها مع مرموق اللي ختم في هذا الشوط الذي ختم بهذا العرض الرائع والجميل، راح عن الجعدان بهذا الوزن بهذا الفعل بهذا الشعار بهذا الأداء بهذا العرض. الزعفران يا سمير كبر لطاطس الزعفران، نعم كبر لطاطس الزعفران وإطلاه نعم من خشمه إلى غاربه، يستاهل الناموس. انهني سعيد بن سلطان بن مرخان. المركز الثاني وصلنا شاهين مطر بن سالم الغمشي المحرمي. المركز الثالث شعار السيد فيصل بن طالب بن شريم. المركز الرابع ضبيان خليفه بن سيف بن محمد العميمي. والمركز الخامس هناك شاهين ناصر بن سيف سالم النيادي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني اللي قطع مرموق لمسافة 5 كيلومترات ب7 دقائق و56 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن سلطان بن مرخان.